بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. نكمل تأملاتنا في سفر يشوع ونبدأ من إصحاح 10. إصحاح 9 كان في قصة خديعة أهل جبعون اللي كانوا من سكان كنعان اللي المفروض يزالوا عشان اليهود يسكنوا، إنما جم بخدعة أقنعوا يشوع والشيوخ اليهود إن هما بره المنطقة اللي هيورثوها اليهود، وإن هما جايين يتحاموا فيهم، وإن عندهم إيمان بإله العبرانيين. واستعجلوا يشوع ورؤساء الشعب، ما سألوش ربنا، فدوهم نوع من الأمان وعهد، وبعدين اكتشفوا إن دول يعني ساكنين جنبهم والمفروض كانوا يزالوا، فوصلوا معهم لاتفاق انه يشتغلوا عندهم كده لانه خلاص ادوهم كلمة. وزي ما انتوا سمعتوا برضو دول يمثلوا النفوس يعني اللي ايه عاوزة ترتبط بربنا لكن فيها نوع من الضعف كده، فاحيانا تلجأ لحيل. هيحصل ايه بقى؟ هيحصل انه الشعوب الاخرى بقى اللي في كنعان هتهيج، لأنه لقت أن جبعون، وجبعون دي بلد ما كانتش صغيرة، راحت عملت عهد مع يشوع، وهو يشوع ده يعتبر دخيل على كنعان، فكل المدن وكل الشعوب الوثنية وقفاله بالمرصات. فلما جبعون اتفقت معاه اتغزوا من بتوع جبعون دول، فقرروا أن هم يخلصوا منه. طبعا دلوقتي جبعون في حمى يشوع، فأصبح يشوع متكفل بهم ومسؤول عنهم، فلازم كمان يدافع عنهم، فهنشوف الموقف يمشي ازاي. اصحاح 10. لما سمع أدوني صادق ملك أورشليم، أورشليم دي لسه ما بقتش تبع اليهود في الوقت ده، دي اللي لسه هتبقى قدام مدينة داود، لكن احنا في زمن يشوع ما زالت مدينة وثنية في الوقت ده. لما سمع أدوني صادق ملك أرشور أو أورشليم أن يشوع قد أخذ عاي دي القرية اللي كانت غلبت اليهود بسبب الخيانة بتاعت عخان بن كرمي، وبعدين رجعوا يشوع خلص منه، وحرمها كما فعل بأريحة وملكها فعل بعاي وملكها، وأن سكان جبعون قد صالحوا إسرائيل وكانوا في وسطهم، خاف جدا لأن جبعون مدينة عظيمة. يعني هو حسبها من ناحية إيه؟ إذا كان جبعون اللي مدينة قوية وليها جيش اتحيلت على يشوع عشان تبقى في حماه، معناها بقى أن يشوع ده إيه، ده قوي قوي بقى، لأنه كنا متصورين أن جبعون أول بلد هتقف ضده تحاربه، فكونها عملت كل المؤامرة دي وخدعوا يشوع عشان بس يديهم يمين الحماية، ده معناه ده حاجة كبيرة قوي. فخافوا بالأكتر أن ناس منهم راحوا يصادقوا يشوع ولا أن هم يعادوه. خاف جدا لأن جبعون مدينة عظيمة كأحدى المدن الملكية، يعني هي بلد ملوكية لها ملك ولها جيش، وهي أعظم من عاي وكل رجالها جبابرة. فأرسل أدوني صادق ملك أورشليم إلى هوهام ملك حبرون وفرقام ملك يرموت ويفيع ملك لخيش ودبير ملك عجلون، مش لازم تحفظوا الكلام، المهم خمس ملوك وثنيين بخمس جيوش هيتفقوا مع بعض على محاربة جبعون اللي ضمنيا مسؤولة دلوقتي من يشوع، فهيقعوا مع يشوع. طبعا الأمور دي تؤخذ حاليا من ناحية روحية، من زاوية روحية، لأن أنتوا عارفين ربنا يسوع قال لنا إحنا في العهد الجديد ملناش عداوة مع بشر، ملناش صراع مع لحم ودم، إحنا نحب كل الناس، وإحنا حتى لو موتونا بندعي لهم بالخير وبصين على السماء، فإحنا ملناش على الأرض مدينة باقية ولا لنا جيش ولا بتوع سلاح ولا نمسك سيف، إحنا ناس مسالمين بنحب ربنا ونحب الناس كلها. فبننظر إلى الحروب اللي في العهد القديم من المنظور الروحي، حربنا ليست مع لحم ودم ولكن لنا حرب مع الشياطين،
مع أجناد الشر الروحي، وده مش خيال ولا وهم، دي حقيقة. في شياطين وفي حروب روحية، وإحنا بنتحارب كلنا بالحرب الروحية. فهنا في قاعدة مهمة المسيح له المجد كان ذكرها، أن قوى الشر تتآلف وتتوحد. يعني إيه؟ يعني الشيطان لو في ميزة واحدة، طبعا هو ما فيهوش مزايا، لكن لو في ميزة واحدة ممكن الواحد يتعلمها، إنه هو ما يقعش مع رجالته أبدا. إن الشياطين مع بعض أحسن من أي فريق في الدنيا، وده اللي حكاه المسيح لما قال مملكة تنقسم على ذاتها إيه؟ تخرب. فلو انقسم الشيطان على نفسه كانت خربت مملكته من بدري. فإذا هو عنده يعني تجاوزا نقول فضيلة، إن هم كشياطين مش مهم مين اللي يكسب البني آدم، المهم إن هم يكسبوا بني آدمين. وعشان كده القديسين لما يحكوا عن الحرب الروحية يقولوا الشيطان ما يهمش يوقعك في إدانة ولا كذب ولا زنا ولا كراهية، كل دول شياطين، المهم تقع. بدل وقعت خلاص. عشان كده الشياطين يتحركوا مع بعض. فمثلا يجي يقول لك ايه، يمسكك شيطان الشره تاكل كتير قوي، ويستلمك شيطان الغضب فتلاقي نفسك عصبي وعمال تزعق، يكمل عليك شيطان الكراهيه تشيل من الناس وتحقد، وبعدين تقع بقى في الكبرياء. وكل دول ايه؟ بيلعبوا بيك كور ويقسموا عليك. زي مثلا في يهوذا، حاله يهوذا تورينا قد ايه الشياطين دول متفاهمين. اول واحد استلمه الطمع، لان هو حب الفلوس، حب المال. وبعدين دخل عليه شيطان الخديعه او الايه الخيانه، انه يخبي عن المسيح ويبسل انه بيحبه. وبعدين في الاخر استلمه شيطان مين؟ شيطان الياس، وده اللي ضيعه خالص. لكن كل واحد كان بيسلمه للي بعده. فهنا الملوك الخمسة دول المتآمرين يمثلوا قوى الشر لما تتآمر على شعب الله أو على الإنسان الروحاني. وكل واحد فيكم لو لاحظ حياته هيلاقي أن الخطايا متشبكة في بعض، مفيش خطايا بتيجي لوحدها. يعني مثلا قصة حنانيا وسفير برضو تحسوا في شوية شياطين لعبوا بيهم. الشيطان الأولاني شيطان الرياء، عاوزين يبيعوا عشان يبانوا أنهم ناس أتقياء، في ناس كويسين بيبيعوا ويجيبوا الفلوس للكنيسة. فاللي دفع حنانيا وسفيرة ان هم يبيعوا الرياء. وبعد ما باعوا عشان يتمنظروا دخل شيطان الطمع فاستخسروا يدوا الفلوس للكنيسة. لما دخل شيطان الطمع سلمهم لشيطان الكذب، راحوا القديس بطرس يقولوا له ايه، هي دي الفلوس اللي عندنا. فالقديس بطرس سألهم سؤال مباشر، انتوا بعتوا بالفلوس دي أم كذب؟ يبقى الرياء مع الطمع مع الكذب كملت عليهم. ففكرة ملوك مع بعض يحاربوا معناها شياطين يتآمروا مع بعض، فالخطايا بتيجي جملة كده. وكذلك الفضائل تيجي جملة، يعني اللي عنده محبة عنده تواضع، واللي عنده تواضع عنده حكمة، واللي عنده حكمة تلاقيه خدوم، والخدوم تلاقيه باله طويل، فتلاقي برضو الفضائل ايه تجتمع كلها كفريق مع بعض. واحد زي أوريجينوس العلامة أوريجينوس كل ما يلاقي رقم خمسة يقلبه على طول على الحواس الخمسة، لأن حواس الإنسان خمسة. فيقول الحرب عادة تبدأ يا من العينين يا من الودان يا من المناخير يا من اللسان يا من اللمس، الحواس. فلو أنت استسلمت للحواس أي حاسة من دول تدخل خطايا، وممكن يشتغلوا مع بعض. تشوف منظر وحش تقول كلام وحش، تسمع كلام بطال، وهكذا. فاجتمع الخمسة دول، ودول كلهم وثنيين يرمزوا للشياطين أو للشر عموما. فأرسل أدوني صادق إلى فلان وفلان وفلان يقول اصعدوا إلي وأعينوني فنضرب جبعون لأنها صالحت يشوع وبني إسرائيل. يبقى اتفق معهم يساعدوه على الخلاص من جبعون اللي راحت في صلح مع يشوع. برضو القديسين قالوا معنى جميل، قالوا أي إنسان يصالح المسيح، يشوع رمز للمسيح، أي واحد يدخل في صلح مع الله الشياطين تتعدله بقى تتآمر عليه. قبل كده كانوا سايبينه،
لكن انت لما تبتدي تصلي وتتوب وتركز في ربنا تبتدي المشاكل تزيد او الاغراءات تزيد او الحرب تزيد. ليه؟ لانك انت دخلت بقى في صلح مع ربنا، فالاعداء الله الشياطين يقوموا عليك ويهيجوا عليك. فاجتمع ملوك الاموريين الخمسه، ملك اورشليم وملك حبرون وملك يرموت وملك لخيش وملك عجلون، وصعدوا هم وكل جيوشهم ونزلوا على جبعون وحاربوا. فارسل اهل جبعون الى يشوع. اهل جبعون فيهم فضيله ما نقدرش ننكر رغم من الكذبه اللي عملوها، لكن عندهم ايمان غريب ان يشوع ده لا يقهر زي بتاع رحاب الزانيه. فهم عملوا كل الخديعه اللي حضر المره اللي فاتت عشان واثقين ان يشوع ده بتاع ربنا وما بيتغلبش. فاول ما جبعون حوصرت من الخمس ملوك وابتدوا بقى يحاربوها، بعتوا ليشوع يقولوا له الحقن، احنا اتفقنا انت مسؤول عننا، هنخدمك يعني زي ما انت عاوز انت وشعبك، بس احنا ما نقدرش نحارب لوحدنا، تعال انقذنا بقى، انت راجل ما بتتغلبش. ارسل اهل جبعون الى يشوع الى المحلة في الجلجال يقولون لا ترخي يديك عن عبيدك. طبعا دي نفس الفكرة بتاعت يسوع بقى، ان الواحد يحس انه عليه حرب جامدة يجري على ربنا يسوع يقول له ما ترخيش ايدك عني، حط ايدك عليا واطرد الشياطين اللي بتحاربني، ما تسيبهمش يقوا عليا، انا صغير انا مش قد حرب العينين ولا حرب الودان ولا حرب اللسان، انا هروح من يعني منهم فين؟ الحقني، ما ترخيش ايدك يعني شد حيلك معايا ومد ايدك وخلصني انا مش قدهم. لا ترخي يديك عن عبيدك، اصعد الينا عاجلا وخلصنا واعنا، لانه قد اجتمع علينا جميع ملوك الاموريين الساكنين في الجبل. هم حاسين بقى الدنيا كلها قلبت عليهم فبيصرخوا، فبعتوا مرسال ليشوع الحقنا، احنا اتفقنا. فصعد يشوع من الجلجال هو وجميع رجال الحرب معه وكل جبابرة البأس. يشوع رمز للمسيح، مش ممكن حد يلجأ له وما يستجبش. وده معناه مهم يا احبائي، اي حرب روحية علاجها الصلاة، افتكروا القاعدة دي. اي نوع من الحرب الروحية، تتحارب بفكر شرير صلي، تتحارب بنظرة بطالة صلي، تسمع كلمة مش حلوة الحق صلي، لسانك مش عارف تمسكه صلي. يعني كل أنواع الحروب علاجها الأولاني تجري على ربنا، يا رب يسوع ارحمني، الحقني يا رب أنا مش قد المعركة دي، حوش عني الأفكار، حوش عني النظرات، حوش عني الشهوات، وهكذا. صعد جميع رجال الحرب معه وكل جبابرة البأس، طبعا ده رمز للملائكة دلوقتي اللي بيعينونا لما نقول أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم إيه؟ محفوظين مرشدين فنصل إلى اتحاد الإيمان. فقال الرب ليشوع لا تخافهم. ربنا قال ليشوع ما تخافش، ما تخاف. خلي بالكم المرة دي مش يشوع اللي بدأ المعركة، يعني يشوع في الأول زحف على أريحة وحصلت قصة الأسوار، بعدين دخل على عاي غلبت في الأول بسبب عخان، وبعدين رجع غلب هو عاي، بعدين حصل مؤامرة جبعون، ولسه الدنيا هو يشوع بيلم حاله. هاجوا عليه خمس ملوك كده وهو ما كانش لسه مخطط يهاجمهم، فزي اللي ربنا سامح انه يحصل كده عشان ايه؟ يشوع بقى يشيل دول كلهم من الارض، لان كل دول لازم يتشالوا من الارض لانهم شياطين. الوثنية دايما رمز للشياطين. قال الرب ليشوع لا تخف، لاني بيدك قد اسلمته، زي ما قال له قبل كده مع أريحة ومع عاي ومع غيره، أنا سلمتهم لك، يعني إيه؟ هتقوى عليهم، أنا في إيدي أنا القرار. فربنا يسوع لما يقف مع واحد يقول له ما تخافش حتى من الشياطين، أعطانا سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء، لا يقف رجل منهم بوجهك. تلاحظوا أن يشوع دايما في كل خطوة عاوز تشجيع، وربنا مش متأخر، كل لما يدخل معركة أو خطوة ربنا يجي له مخصوص، ما تخافش يا يشوع أنا معاك، هسلمهم لك، ما فهمش واحد هيقف قصادك. كل إصحاحين ثلاثة نلاقي القصة دي بتتكرر، لأن يشوع دايما حاسس أنا صغير، أنا مش قد كلام ده، أنا مش هعرف أحارب، فربنا يسنده كل مرة. فأتى إليهم يشوع بغتة، صعد الليل كله من الجلجال. صعود يشوع بالليل بالذات إشارة إلى السهر الروحي، انه
ما أحلى الصلاة بالليل. يعني إيه ماري إسحاق يقول الليل مفرز للصلاة، كلنا بننام بالليل، بس عارف لو خدت من الليل شوية وقت وديته لتسبحة ولا مزامير ولا قعدة مع ربنا، تلاقي قوة طول النهار، تلاقي سند معاك طول اليوم. لكن لما ما تصليش بالليل كويس تلاقي اليوم ملخبط معكنن بيطير منك، خطايا كتير بتقع فيها. حصن نفسك بالليل، عشان كده المسيح قال اسهر لتكن أحقاءكم ومنطقة وسرجكم موقدة وأنتم تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم. طوبى لأولئك العبيد السهرانين اللي منتظرين. فصعوده في الليل معناه أنه أخذ الرجالة وفضلوا ماشيين طول الليل عشان يبدأوا المعركة في الفجر، معناه السهر الروحي. يوم ربنا يتدخل بقى، لأنه دول خمس ملوك بخمس جيوش، هو مش قد الكلام ده خالص، بالمنطق ما تمشيش. فربنا له المجد بقى إيه يعمل دوره هو، لأنه في أمور لا يقوى عليها الإنسان فينا، مهما كنت قوي أنت مش قد الشياطين طبعا، ما ينفعش تقف للشيطان لوحدك. أزعجهم الرب أمام إسرائيل وضربهم ضربة عظيمة في جبعون وطردهم في طريق عقبة بيت حورون وضربهم إلى عزيقة وإلى مقيدة، أي بلاد في السكة يعني. وبينما هم هاربون من أمام إسرائيل وهم في منحدر بيت حورون رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء. حصل حاجة غريبة، ربنا عمل حاجتين زي معجزتين. أزعجهم، أزعجهم يعني إيه؟ دخل فيهم روح رعب كده الخمس ملوك. وكتير ما كانت تحصل في العهد القديم أن الملوك المتآمرين يقعوا في بعض، أن الشر نفسه ربنا يزعجوا لدرجة يخبطوا في بعض. في نفس الوقت وهم هربانين بسبب هذا الانزعاج اللي حصل، ما هم عندهم سمعة أن يشوع ده ما بيتغلبش، فبرضو الحتة دي مخوفاهم من الأول. وهم هربانين نزل عليهم البرد اللي هي حجر زي التلج كده، بس بيبقى بيوجع ممكن يموت لأنه تقيل وناشف يعني، فابتدت الحجارة تنزل عليهم وتموت منهم. حجارة عظيمة من السماء إلى عزيقة فمات، والذين ماتوا بحجارة البرد هم أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف. وهنا إشارة إلى دور النعمة ودور الجهاد. يعني إيه؟ لما تصلي كويس، أيوة أنت هتجاهد أنك ما تغلطش، هتمسك عينيك ودانك ولسانك وتحافظ على نفسك وتصد أفكارك، عليك دور. لكن الدور اللي أنت بتعمله مش قد الدور اللي ربنا بيعمله، دور ربنا أكتر. ربنا ينتقم من أعدائك الشياطين أكتر، ربنا يبطل عنك الحرب أكتر. مفيش واحد فينا يا أحبائي يقدر يصلح في نفسه خطية قد كده. يعني تبقى عاوز تبطل شتيمة معينة تقعد فيها 20 سنة مش عارف تبطل، إلا لما تصلي كويس تاخد نعمة تلاقي نفسك في أسبوع بطلت. أنت بتحاول لكن محتاج نعمة، محتاج دور من فوق. هكذا كل خطية ما كنتش تصلي لربنا وتستعين به مش هتقدر تغير في نفسك حاجة، ويفضل الوضع كده. أول ما تصلي كويس تسهر شوية تنادي ربنا تلاقي بقى الحجارة دي نزلت، يعني إيه الشياطين ما يقدروش يقفوا لك، وانت عليك الدور بتاعك انك تقاوم برضه. حصل هنا موقف غريب قوي. طبعا يشوع المفروض يكتفي ويبقى فرحان انه خلاص الخمس ملوك بيجروا من قصادهم، انما يشوع مطالب آجلا ام عاجلا انه ينظف الارض دي كلها من كل الوثنيين عشان هتتقسم على اليهود بعد كده. فهو مش عاوزهم بس يتهزموا ويجروا، هم عاوزهم كلهم يمشوا عشان يقدر يستلم الأرض. فهو بقى زي اللي طمع في نعمة ربنا، هم خلاص كده اتغلب، البرد بينزل والباقيين بيموتوهم. فلما طمع في ربنا لقى النهار هيخلص وهو يعني ايه ملحقش يخلص منهم، فقال له يا رب ممكن النهار ما يخلص، بدل انت شغال معانا خلي اليوم ده ايه ما يخلص. فطلب طلب غريب جداً لم يتكرر في التاريخ لا قبل ولا بعده، طلب عجيب جدا، بس يورينا إيمان هذا الرجل قد إيه إيمان عظيم. حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل وقال أمام عيون إسرائيل، يعني ناس سمعته قدام كل الشعب، قال كلمة غريبة جدا، بص للشمس وقال لها إيه يا شمس دومي،
على جبعون. ويا قمر، ما هو الظاهر كان ايه، كانت الشمس ماشيه والقمر هيدخل، يعني كان على اخر النهار. قال لهم لا، انتوا الاثنين خليكم، خليكوا جنب بعض منورين عشان ايه اعرف اخلص شغلي. ايه انت راجل مجنون ولا ايه؟ ما هو يا شمس يا قمر، يا شمس النهار يا قمر بالليل. قال لا، وماله لما يقفوا جنب بعض، برضو يبقوا نورين احسن من نور. وبيتكلم ببساطة الاطفال وبيطلب طلب غريب جدا. طب ما تطلب ان ربنا يبعت ملائكة زيادة يخلصوا المعركة، اطلب ان هم ينزاحوا باي طريقة. هو على قد ايمانه الساذج البسيط قال لا، انا علي الشغلة كلها، بس انا عاوز الشمس تدوم والقمر يدوم عشان ابقى شايف احنا بنعمل ايه. يا شمس دومي على جبعون، ويا قمر على وادي ايلون، اللي هي المنطقة اللي فيها الحرب. فدامت الشمس ووقف القمر، يعني الاثنين فضلوا كذا ساعة جنب بعض. طبعا هذا المنظر الواحد مش عارف يتخيله حتى، يعني احنا عمرنا ما شفنا الشمس والقمر مجتمعين في نفس الوقت. وايه اليوم الغريب ده؟ وده هيتحسب ليل ولا هيتحسب نهار؟ وتعدى ازاي اليوم ده؟ عدد ساعاته كان كام؟ طيب ما اكيد عدى ال 24 ساعة عشان يرجع يظبط تاني ليل ونهار. دي حاجة طبعا حتى علماء الفلك يقولوا ده معناه ان الكرة الارضية وقفت مثلا، ولا الشمس اللي وقفت، ولا ايه اللي حصل في الكون؟ يعني دي دربكة، دي شغلانة كبيرة قوي، انها مفيش حاجة بعيدة على ربنا. طب ده بني ادم، ده نفر مهما كان، واحد ماشي على الارض يلخبط الكون كله، كل الكون يتلخبط عشان واحد اسمه يشوع طقت في دماغه يعني وقال يا شمس دومي. بدال واحد بيحب ربنا وعنده ايمان، المسيح قال كده، لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل تقولوا للجبل روح البحر يروح البحر، تقولوا للشمس يا شمس دومي الشمس تدوم، تقولوا للنار تنزل النار تنزل زي ما عائليه، تقولي للسماء بلاش مطر بلاش مطر، كل حاجة حتى العجائب الكبيرة دي مش بعيد على ربنا. احبائي ده درس كبير في الايمان. احنا ساعات نطلب طلبات صغيرة ونطلبها كأنه ايه، يا ترى هتستجيب يا رب، انا مش عارف انت سامعني ولا مش سامعني. لا لا، الكلام ده يزعل ربنا. اللي يطلب يطلب بإيمان، واللي يطلب يطلب حاجة عليها القيمة، يعني يبقى عارف انه بيكلم ربنا، وربنا ده كبير فتخله على الكبير على طول، ما فيهاش حاجة لما تطلب طلبات كبيرة بإيمان. بس تلاحظوا حاجة، يشوع كان متواضع جدا، لأنه مش هتلاقي إيمان بالبساطة دي إلا مع واحد متواضع. يشوع ما كانش فرحان إنه بينتصر وإنه عمال يتمجد وإن الناس بتمجد فيه، لا، يشوع كان دايما إحساسه المسؤولية، يا رب أسكن الناس وأخلص رسالتي على خير. كان دايما عنده إحساس إنه خدام الشعب وآخر الكل، مش فرحان بالمنصب ولا بالمكانة، مش شايف نفسه أحسن من اللي حواليه. يشوع يبان في صلواته وفي سجوده إنه شخص متواضع جدا، ومع المتواضع بقى ربنا يستجيب ويعمل عجائب. كمان يشوع ما بيطلبش طلب لنفسه، مفيش طلب شخصي في الموضوع هنا، الطلب كله من أجل الشعب، من أجل الخلاص. والطلب حسب إرادة الله، ليه؟ لأن ربنا قايل له أنت هتدخل هنشيل كل الوثنيين من الأرض عشان ننظف الأرض ونسكن الشعب، وهنحذرهم نقول لهم لو عملتوا زي الوثنيين هيحصل لكم زي ما حصل لهم بالظبط. حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموري من أمام بني إسرائيل وقال أمام عيون إسرائيل، يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أيلون. لو خدناه من المعنى الروحي أحبائي، احنا بنقول الحرب دي كلها إشارة إلى الحرب الروحية. يعني إيه يا شمس دومي بقى؟ الشمس إشارة للمسيح برضه، النور بتاعنا. فإحنا لما نكون في معركة مع الشر وإنت بتجاهد ضد خطية، بتقول له يا رب بنورك يا رب نعاين النور، نور يا رب علي، اطرد عني الظلمة اللي جواي، خلي نورك دايم عشان ما يجيليش لحظات مخي يقفل والظلمة تاكل عقلي والشهوات تغلبني، خلي نورك دايم. والقمر إشارة إلى القمر، انتوا عارفين نوره مش منه، نوره انعكاس من الشمس. فإذا كان في حياتك
واحد زي القمر، يعني ايه؟ يعني شخص يعكس نور المسيح، زي مثلا القديس يوحنا المعمدان شبه بالقمر لانه يعكس نور ربنا يسوع. ففي حياة واحد كل واحد ممكن ابو الروحي يكون ده القمر اللي بياخد من نور الشمس وينور على قده، بس برضه بينور. فانت تطلب كمان دوام التلمذة او دوام الاب الروحي او دوام هذا النور، لانه ده بيفرق معاك برضه. فانت عاوز نور المسيح وعاوز نور الاباء المستنيرين اللي يعكسوا نور المسيح عشان تكمل معركتك طول حياتك. فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من اعدائه. أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ ايه بقى الجملة الاعتراضية دي بقى؟ الكتب المقدسة هي اللي في ايدينا بس، لكن في اسفار اخرى زي مراجع تاريخية للفترات دي. كانوا في مؤرخين في كل عصر وبيكتبوا زي الدايري اللي هي اليوميات. ففي سفر في وقتهم اسمه سفر ياشر، ياشر ده واحد علماني، ده مش نبي، لكن كان بيسجل. فضمن ما سجل، سجل هذا اليوم الغريب العجيب، لانه ده يوم مش ممكن يعدي على اي حد. اي حد حضر يوم فلت منه الوقت وبقت الشمس طالعة بالليل والقمر واقف جنب الشمس، مش ممكن حد يغفل هذه المعلومة. فيشوع ضمن ما بيكتب قال على فكرة الكلام ده كمان هتلاقوه في سفر ياشر. إذن سفر ياشر ليس سفرا مقدسا، مش من الأسفار المقدسة، لكن يعتبر وثيقة تاريخية تؤكد أن هذه القصة ليست أسطورة، بدليل أنها مسجلة في كتاب آخر مرجع تاريخي في زمن هذا الرجل. واضحة الفكرة؟ زي ايه مثلا؟ يقول لك لقوا في المخطوطات وثيقة بيلاطس اللي كاتب فيها اعدام المسيح. هي دي مش موجودة في الاناجيل الاربعة، لكنها دليل من الدلائل ان قصة صلب المسيح ليست اسطورة، لانه حتى في وثائق تاريخية اخرى تؤكد انه اللي قاله الاناجيل ده مظبوط. فبيقول اليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل. يعني زي كأننا أضفنا على الأقل 12 ساعة اليوم ده. ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده، يعني لغاية زمن كتابة السفر ونهاية عمر يشوع. وطبعا ما تكررش اليوم ده ولا تكرر حتى بعد يشوع. لم يكن مثله لا قبل ولا بعد سمع فيه الرب صوت إنسان. يعني عشان ربنا يسمع صوت إنسان بهذه الدرجة حاجة عجيبة قوي، لأن الطلب طلب مبالغ فيه، طلب فوق المنطق. بيفكرني مثلا بطلب بطرس لما قال في لحظة كده لا وعي، قال له خليني أجي لك، وطلع برجليه يمشي على إيه؟ على المية. هو مش واخد باله بيقول إيه؟ الطلب ما يمشيش مع العقل ولا الفيزياء ولا الكيمياء ولا اي حاجة، انما خلاص بدل انت عاوز كده تعال. وبطرس مشي فوق الموج، وادي يشوع وقف السماء او الشمس لان الرب حارب عن اسرائيل. خلي بالكم ده مش معناه ان الواحد يفتكر ان ربنا يعني هتبقى لعبة يعني، لا لا، ده موقف كان هذا الشخص يتحرك بروح الله. يعني هو في لحظة معركة وفي لحظة مسؤولية جديدة عن الشعب، وعارف ان ربنا هو اللي سمح له بالموقف ده. ففي الجو ده كله لا، ربنا بيسمع، لكن هي مش بتتقال للاستعراض. يعني يشوع ما كانش عاملها عشان يستعرض قوته الشخصية قدام الناس. فما عندناش معجزات للعرض، مفيش حاجة اسمها كده. ما عندناش الاستعراض، دي فكرة غير مقبولة مسيحيا. انما كل معجزة كان ليها غرض وكان ليها ظروف وكان ليها احتياج حقيقي، وعشان كده ربنا اتدخل. ثم رجع يشوع وجميع اسرائيل معه الى المحلة في الجلجال. فهرب اولئك الخمسة الملوك واختبأوا في مغارة في مقيدة او مقيدة منطقة. فاخبر يشوع وقيل له قد وجد الملوك الخمسة مختبئين في مغارة في مقيدة. ايه حكاية الملوك الخمسة؟ الملوك الخمسة خلاص اتغلب، جيوشهم هربت وكتير من جيوشهم ماتوا، إن كان بالحجارة
أو بسيف اليهود، فيعني أغلب الجيش اتصف، فالملوك جريوا على مغارة واستخبوا. هنا فكرة إذا كانوا دول رمز للخطايا، الخطايا ساعات تستخبى جواك. يعني إيه؟ يعني يجي فترة تهدى عليك، مثلا تكون إيه بقالك أسبوعين ثلاثة كده ما بتتكلمش عن حد، فيتهيأ لك أنك أنت تخلصت تماما من خطية الإدانة، تقول الحمد لله أنا دلوقتي عداني العيب، ما بجيبش سيرة حد. أنت تقول كده النهاردة، بكرة تجيب الأسبوعين كلهم كلام، تعوض كل اللخبطة. يعني إيه؟ أحيانا الخطية، عارفين الحشرات اللي تستخبى في الجحور كده، هي ما ماتتش، هي مستخبية، فممكن تفضل كامنة فترة، لكن ده مش معناه أنها انتهت. عشان كده محدش يستأمن الخطايا، محدش يظن بسهولة أنه في خطية بعيدة عنه، لا. يعني واحد زي موسى النبي، موسى النبي قيل عنه أنه حليم جدا، حليم بطريقة مش عادية، لأنه بيستحمل شعب عنيد جدا. أو هذا الشخص اللي كان أكثر واحد حليم على الأرض كلها، الخطيتين اللي في آخر حياته كانوا قلة صبر، يوم ما نزل من الجبل وخبط لوحاء العهد كسرهم، وبعدها بكم سنة استفزوا اليهود، قام ضرب الصخرة مرتين من غيظه. والاثنين قلة حلم، طب ده أكتر واحد مشهور بالحلم. إياك تستأمن نفسك، ما تقولش أنا خلاص الخطية دي مش عندي، لا. في واحد ممكن يفضل 10 سنين ما يشتمش، وفجأة يقع ويشتم ويبقى مستغرب روح. أيوة حبيبي، ما أنت لسه في المغارة، مقفول عليهم في المغارة، فخلي بالك، ما أنت ما خلصتش منهم تماما. وعشان كده يشوع ما كانش هيسيبهم أبد، هنشوف دلوقتي، لأنه عارف أنه لو سابهم هيرجعوا يعملوا جيوش تاني وكأنه ما حصلش حاجة. قال يشوع: دحرجوا حجارة عظيمة على فم المغار. اقفلوا عليهم الأول دلوقتي، خلونا نخلص اللي في إيدين، وأقيموا عليها رجالا لأجل حفظهم. يعني اقفلوا عليهم جامد عشان ما يطلعوش. دي مثلا تفكرنا بقول الدع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتاي، يعني تبقى الحكاية عليها حرس، عينيك عليها حرس، ودانك عليها حرس، لسانك عليه حرس، أفكارك، بحيث ما تسيبش أي حاجة تدخل وتطلع. وأما أنتم فلا تقفوا، اسعوا وراء أعدائكم. ليه؟ لأن هم كانوا ممكن يكتفوا ويموتوا الملوك والألفات دي كلها خلاص. قال لهم لا، احنا عندنا طلب ان احنا نخلص على كل الوثنيين، مش عاوزين الشر يبقى خالص بأي درجة. اضربوا مؤخرهم، لأن هم هربوا، فبيقول لهم هاتوا أخرهم. لا تدعوهم يدخلون مدنهم، لأن الرب إلهكم قد أسلمهم بيدكم. ربنا ادهم لنا، بلاش نسيب حد منهم. ولما انتهى يشوع وبنو إسرائيل من ضربهم ضربة عظيمة جدا حتى فنوا، والشرد الذين شردوا منهم، يعني اللي فضل منهم، دخلوا المدن المحصنة. رجع جميع الشعب إلى المحلة إلى يشوع في مقيدة بسلام. يبقى ولا واحد من ولاد ربنا حصل له حاجة. طبعا دي حاجة فوق العقل في الحروب، ما فيش كلام زي كده، لكن ده يدل على أن الموضوع كله معجزة، وأن ده إيد ربنا قبل أي حاجة. لم يسن أحد لسانه على بني إسرائيل، يعني كأنه إيه ما لمسوش، ما حدش فيهم حصل له لمسة ولا خدش ولا حتى تشتم يعني. فقال يشوع: افتحوا فم المغار واخرجوا إلي هؤلاء الخمسة الملوك من المغار. ففعلوا كذلك، وأخرجوا إليه أولئك الملوك الخمسة من المغارة: ملك أورشليم، ملك حبرون، ملك يرموت، ملك لخيش، ملك عجلون. وكان لما أخرجوا أولئك الملوك إلى يشوع أن يشوع دعا كل رجال إسرائيل وقال لقواد رجال الحرب الذين صاروا معه: تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق هؤلاء الملوك. عمل حاجة غريبة جدا. الملوك دول كانوا مرعبين، وكان صوتهم يهز أي قائد، لأنه
شياطين ما كانوش بيتغلبوا بالسهل. يشوع عاوز يشجع رجالته لأن لسه قدامه معارك كتير، ده وقدامه مدن كتيرة لسه هياخدها، وعارف ان دول يمثلوا الشيطان والشر، وعارف ان هو ورجالته بتوع ربنا. قال لهم تعالوا، عاوز رجلكوا فوق رقبته. طبعا بلاش ناخد الامور دي بشكل حرف، لكن لو تلاحظوا مثلا ساعات تشوفوا في أيقونة القديسة مارينا الشيطان كده ايه دايس عليه، او في ماري جرجس تلاقي هو دايس على الشيطان. فكرة ان الشيطان مهزوم قدام ولاد ربنا، انه ضعيف، ان رجلك فوق رقبته. الشيطان ده ما تخافش منه، طول ما انت عايش في ايمان وفي اتضاع وماسك في ربنا يسوع، ماشي ورا يشوعنا الحقيقي اللي هو ربنا يسوع، ما تخافش ولا شياطين الدنيا كلها تقدر عليك. من المحزن ان يكون في مسيحي النهارده يفضل يقول معمول لي عمل، ولا ركبني شيطان، ولا ايه اللي بتقوله ده؟ انت مش بتعرف ترشم الصليب، مش بتعرف تقول أبانا الذي، مش بتروح تتناول، مش بتنادي يا رب يسوع المسيح ارحمني، مالك خايف ليه؟ ما هو اللي يخاف من العفريت يطلع، ما تخافش، هم اللي يخافوا منك. لازم تفكر كده، هم اللي بيخافوا منك، انت رجلك فوق رقبته، خلي ايمانك قوي. هم مهزومين وعارفين ان هم مهزومين من ساعة الصليب، هم تأكدوا خلاص من النتيجة النهائية ان هم على جهنم وما لهمش حل، بس نفسهم ياخدوا ناس معاهم جهنم، لكن الشيطان اتهزم خلاص من وقت الصليب. فقال لهم ايه؟ قال لقواد رجال الحرب الذين صاروا معه، تقدموا وضعوا ارجلكم على اعناق هؤلاء الملوك. فتقدموا وضعوا ارجلهم على اعناقهم، فقال لهم يشوع لا تخافوا ولا ترتعب. يشوع نفسه كان خواف. لما تفتكروا يشوع واحد أول إصحاح، لقينا ربنا قال له ثلاث مرات ورا بعض في نفس الإصحاح تشدد، تشجع، لا تخاف، لا ترهب، لا ترتعب، وفضل يعيد ويزيد. دلوقتي يشوع تقوم، فبقى يشوع اللي مش خايف بقى يجيب رجالته يقول لهم ما تخافوش. يبقى الإنسان لما يكون بياخد من نعمة ربنا وإيمانه بيقوى، بيقوي اللي بعده، بيثبت إيمان اللي حواليه. يبقى انت كخادم تاخد من ربنا في الصلاة ومن الانجيل ومن الخدمة، وتروح تشجع اللي حواليك وتقول لهم ما تخافوش، ربنا معانا مش هيسيبنا. فبقى يقول اللي كان ربنا بيقوله له، لا تخافوا ولا ترتعب، تشددوا وتشجعوا، نفس الكلمتين اللي كان ربنا بيقولهم له بقى يقولهم للقوات بتوعه. لأنه هكذا يفعل الرب جميع أعدائكم الذين تحاربونهم. يعني ده لسه، ده احنا قدامنا كتير، يعني شوفوا المنظر ده هيتكرر. وعاوز اقول لهم كده، وطبعا دي مهمة قوي في المعارك، ان يبقى الناس عندها ثقة وعندها شجاعة وعندها غيرة وحاسة انه هيفضلوا يغلبوا على طول يعني. وضربهم يشوع بعد ذلك وقتلهم وعلقهم على خمس خشب. لو تفتكروا بتاع عاي برضو علقوه على صليب، ودي الخمسة دول متعلقين على صليب. إذن فكرة الصليب دي مش فكرة جديدة. طب هو الشر بيتصلب؟ برضو سبق وقلناه، ايوه الشر بيتصلب. يعني ايه؟ ما هو على الصليب المسيح لما اتصلب اللي خسر في الموضوع ده الشيطان مش المسيح، المسيح انتصر، لكن اللي اتصلب فعلا او اتهزم فعلا هو قوى الشر. قالها القديس بولس في كولوس 2، قال اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. يبقى اللي تصمر على الخشبة فعلا الشر، لأنه تهزم قدام ربنا وقدام ولاد ربنا. ففكرة صلب الأشرار هنا مقصود بيها أن المسيح حين يموت بالموت داس الموت، حين يصلب المسيح يقوم المسيح، ولكن يظل الشيطان مهزوم إلى الأبد. ففكرة صلب الشر استخدمها القديس بولس، لأن بولس فيلسوف بطريقة روحية، لما قال إيه؟ قال قدموا أجسادكم ذبيحة، وقال بطريقة تانية الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. بتوع المسيح يصلبوا الأهواء والشهوات، فتبقى الشهوة اللي جواك اتصلبت، الرغبة الردية اللي جواك اتصلبت، الغيرة المرة اتصلبت، الكبرياء اتصلب، الإدانة اتصلبت. هو دي الحاجات اللي انت عاوز تصلبها
فتعيش حر بعد كده والخطايا دي مش موجودة في طبعك. بقوا معلقين على الخشب حتى المساء، وكان عند غروب الشمس أن يشوع أمر فأنزلهم عن الخشب وطرحوهم في المغارة التي اختبأوا فيها، ووضعوا حجارة كبيرة على فم المغارة حتى إلى هذا اليوم عين. دفنوهم في المطرح اللي استخبوا فيه، إشارة أنك ما تدفنش خطية حية جواك، يعني الرغبة الردية ما تدفنهاش، اخلص منها خالص عشان ما يبقاش ليها يعني توابع، ما تطلعش تاني تزن عليك الرغبات الشريرة وتلخبطك. وأخذ يشوع مقيدة في ذلك اليوم وضربها بحد السيف وحرم ملكها هو وكل نفس بها، ولم يبقي شاردا، وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك أريح. ثم اجتاز يشوع من مقيدة وكل إسرائيل معه إلى لبنة وحارب لبنة. هتبصوا تلاقوا بقى يمشي على بلد بلد، البلاد اللي حربتهم الخمس ملوك دول بعد ما موتهم دخل بقى بلادهم يشيل كل الوثنيين عشان يستلم البلد نظيفة ويقدر يوزعها بعد كده لما يبدأ معاد توزيع الأسباط. فدفعها الرب هي أيضا بيد إسرائيل مع ملكها فضربها بحد السيف وكل نفس به، ولم يبق بها شاردا، وفعل بملكها كما فعل بملك أريح. ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لبنة إلى لخيش ونزل عليها وحارب. ملك لخيش ده واحد من الخمسة. فدفع الرب لخيش بيد إسرائيل فأخذها في اليوم الثاني وضربها بحد السيف وكل نفس بها حسب كل ما فعل بلبنة. حينئذ صعد هورام ملك جاذر لإعانة لخيش فضربه يشوع مع شعبه حتى لم يبقي له شارد. واحد يقول طب احنا هنستفيد ايه من تعداد المدن والبلاد اللي عمالين يكسبوها؟ معناها احبائي في حاجة اسمها النمو الروحي. النمو الروحي معناه ان كل ما تمشي مع ربنا خطية تروح وفضيلة تزيد، كل ما تقرب من ربنا طبعك يتغير، الخطايا تقع زي ورق الشجر والفضائل تبان زي ثمر الشجر. مثلا كنت أناني، شوية شوية الأنانية تروح والمحبة تزيد. كنت كئيب، أخطيت يعني، كنت تميل للكآبة، الكآبة تبتدي تروح والفرح يزيد. كنت مثلا تجيب سيرة الناس كتير أو تقول كلام بطال كتير، الكلام البطال كله وقف وبقى كل الكلام حلو ومفيد. كانت نظراتك فيها طمع، النظرات الطمع راح وبقت النظرات بريئة وبسيطة وكلها دعوة للناس بالخير والغنى. يبقى اللي بيحصل هنا ايه؟ انت عمال تكسب ارض، بتكسب ارض في اتجاه السماء، يعني الشيطان كان واخد فيك كتير، كان مالي ايده منك، كانت الاراضي بتاعتك دي متوزعة على الشيطان، انت بقى كل حتة خدها الشيطان بترجعها للمسيح. ادي فكرة النمو الروحي، كل الافكار البطالة بتبقى افكار نقية، كل الاهتمامات الردية بقت اهتمامات مقدسة، كل الوقت اللي كان ضايع بقى وقت مفيد. فهمتوا الفكرة؟ ادي فكرة ارض ولا ارض ورا ارض، يبقى الدنيا عمالة تنضف. فدي الحياة الروحية كده، ان الواحد كل ما يقرب من ربنا قلبه بينضف وعقله بينضف ولسانه بينضف، وبتبتدي الحكاية تبقى كلها نقية والربنا ما عادش فيه الوثنية بقى اللي هي الشر بأشكاله. ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لخيش إلى عجلون فنزلوا عليها وحاربوه وأخذوها في ذلك اليوم وضربوها بحد السيف وحرم كل نفس به في ذلك اليوم حسب كل ما فعل بلخيش. لما تلاقوا كلمة حرم كل نفس يعني ما تسيبش ولا خطية، تبقى مدقق وحريص ان ما يبقاش فيه ديول للخطايا، ما يبقاش فيه بقايا، ما تبقاش قفلت باب وسايبه متوارب، اقفله كويس، فتبقى انت كده مطمن انه ما يرجع لكش الشر تاني. ثم صعد يشوع وجميع اسرائيل معه من عجلون الى حبرون وحاربوه واخذوه وضربوه بحد السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس بها، لم يبقي شاردا حسب كل ما فعل بعجلون فحرمها وكل نفس بها. ثم رجع يشوع وكل إسرائيل معه إلى دبير وحرب وأخذها مع ملكها وكل مدنها وضربوها بحد السيف وحرموا كل نفس بها، لم يبقي شاردا كما فعل بحبرون كذلك فعل بدبير وملكها وكما فعل بلبنة وملكها. فضرب يشوع كل أرض الجبل
والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوك. يبقى القصة بتاعت الخمس ملوك اللي بدأوا بهجوم على جبعون انتهت انه تقريبا تلت كنعان على الاقل وقع في ايد يشوع. يعني القصة ابتدت بعداء من الشعوب دي ضد يشوع، بس انتهت بايه؟ بان يشوع وصل الى اكتر من تلت اللي كان عاوز يوصل له في الاخر. في حاجات يا جماعة تبتدي بمشكلة او تبتدي بحرب عليك او تبتدي بأزمة، لكن تنتهي دايما لصالحك. دي قاعدة مع اولاد ربنا. الدنيا تقلب عليك وتهيج عليك وتلاقي كان ايه لزومه ده كله، والمؤامرة كبيرة والحكاية شكلها يخوف، لازم في الاخر طالما بتصلي وعندك ايمان ومش عاوز غير ربنا تبص تلاقي في الاخر طب ده كويس ان هم قلبوا علينا، كويس جت بالخير، كويس قوي ان هم تآمروا المؤامرة قلبت على دماغهم، كويس قوي انها مشيت بالطريقة دي. يمكن لو كان يشوع هيخطط يدخل على ملك ملك من دول كان خد له فيها 10 سنين، كده خلصت كلها في شهرين ولا حاجة، بسبب ان هم اللي بدروا وبدأوا الهجوم. عشان كده ده يعلمنا مبدأ ان مهما حصل في الدنيا بدل احنا مركزين في ربنا وعاوزينه ولينا غرض نوصل للسماء وعندنا ايمان بالتضاع ما نخافش، لو الدنيا كلها قلبت بتعدل في الاخر وتجيب احسن نتائج. النتيجة ضرب يشوع كل ارض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوك، لم يبقي شاردا بل حرم كل نسمة كما امر الرب اله اسرائيل. فضربهم يشوع من قادش برنيع الى غزة وجميع ارض جوشن الى جبعون، واخذ يشوع جميع اولئك الملوك وارضهم دفعة واحدة، لان الرب اله اسرائيل حارب عن اسرائيل. ثم رجع يشوع وجميع اسرائيل معه الى المحلة الى الجلجال. بعد المأمورية الكبيرة دي اللي خدت فترة رجعوا تاني المقر الاقامة بتاعتهم للجلجال عشان يشوفوا بقى كده ربنا عاوز ايه المرحلة اللي بعدها، لكن نظفوا المنطقة كلها. عاوز استغل الفرصة دي واقول لكم كل مرة في الفترات الجاية طريقة من طرق دراسة الكتاب عشان برضو ناخدها واحنا بندرس سفر يشوع. المرة دي اعلمكم طريقتين سهلين قوي. بعد ما تقرأ إصحاح، احنا المرة دي لو خدتوا بالكم خدنا إصحاح 10 كل خدناه بالتفصيل، في طريقتين، في طريقة نصلي بالنص وفي طريقة نطلع تدريب من النص. النص يعني الإصحاح. مثلا لو أنا طبعا مش هقدر أسألكم وتجاوبوا عشان العدد كبير، لكن لما أكون بقرأ نص زي كده يا ترى أصلي في سري وأقول إيه؟ مثلا هقول يا رب احميني من هجوم الشياطين، او اقول يا رب نور علي ما تسيبش نورك يطفي، او ممكن اقول يا رب خلي لي ابويا الروحي يستر علي طول ما انا في الدنيا دي، او انا عمال الف صلوات من روح النص. فاهمين انا بعمل ايه عشان تتعلموا الطريق؟ او ساعدني يا رب اغلب اي خطية من غير ما يبقى لها ديول، اطرد عني كل خطية من غير ما يبقى لها بقايا، أو ممكن أقول له رب اديني سلطان زي ما وعدتني على رأس الشياطين، أويني يا رب عشان ما خافش من الأيام، أويني عشان ما خافش من الناس، أويني عشان ما خافش من الشيطان نفسه. كل ده له ارتباط بالقصة، مش انتوا واخدين بالكم؟ احنا ما بنقولش حاجة إلا مرتبطة بالقصة اللي سمعناها. يا رب الخطايا اللي في حياتي كتير قوي ساعدني اخلص من واحدة واحدة، لانهم طلعوا كتير قوي الملوك. نظف يا رب العقل ونظف اللسان ونظف العين ونظف الودن، نظف كله يا رب. كل ده مرتبط بالنص. يبقى دي اسمها ايه؟ طريقة صلي في اخر كل اصحاح. بعد ما قريت الاصحاح وجمعت الافكار اللي فيه لقيت نفسي بقول ايه؟ طب انا عاوز اطبق الكلام ده على نفسي. طب انا هصلي اقول لربنا ايه؟ اكلم ربنا في اللي قاله لي. لما الاقي مثلا بيقول الرب الهكم قد اسلمهم بيدكم، اقول له يا رب قويني عشان اغلب الشياطين، سلمهم لايدي بدل ما يستلموني ويبهدلوني. الطريقه الثانيه احبائي اسمها اعمل تدريب في نهايه كل اصحاح. تدريب يعني ايه؟
احنا قلنا افكار كتير قوي واحنا بنقرا الحكايه، لكن تدريب معناه حاجه عمليه اطلع بيها انفذها في اليوم ده او في الاسبوع ده او في الشهر ده، وحاجه عمليه يعني لازم تبقى حاجه محدده ما تتسابش كده واسعه. يعني ما تقولش مثلا ايه انا هحارب الشيطان، يعني ايه؟ حط حاجه عمليه. فممكن تقول ايه، انا بعد اللي قريته ده انا عندي ملك من ملوك الشر اللي في حياتي اسمه الخوف مثلا، فانا كل ما احس بخوف هقول 10 مرات يا رب يسوع المسيح ارحمه. يبقى انا حطيت تدريب عملي كاني بحارب زي يشوع خطيه اسمها الخوف، او ملك من الملوك اللي ايه بيذلوني اسمه الخوف. او واحد يقول انا عندي خطيه كبيره اسمها الادانه، هاخد تدريب انه كل ما تيجي سيره حد اقول فيه كلمه كويسه. يبقى انا طلعت بتدريب عملي كاني في حرب، خدتها زي حرب. تدريب كمان ان الواحد كل ما يشوف الشمس، طبعا سهله دي كل يوم الصبح، يقول يا شمس دومي، بس يقول ايه يا رب نور علي طول اليوم. زي مثلا في صلاه باكر بنقول انر عقولنا وقلوبنا وافهامنا يا سيد الكل. ده تدريب. يبقى انا كل ما شفت النور افتكرت معنى يا رب ديم نورك علي عشان ما يجيش اليوم ده عكره وما قابلش حاجه وحش. ده اسمه ممكن تبقى صلاه وممكن يبقى تدريب لانه مرتبط ان انا شفت الشمس. تدريب كمان ممكن اخده من النص ده ان انا اروح افضح خطيتي لاب اعترافي. دي فكره فتح المغاره. عارفين فتح المغاره؟ عشان الملوك دول لو جوه هيبوظوا الدنيا. طب انا بقى هروح لاب اعترافي وافضح الخطايا اللي انا ايه مدكن عليها وقافل عليها. برضو ده تدريب، لان ده هيبطلهم هيموتهم، لكن لو فضلوا جوه يبقى هيغلبوني في وقت تاني. يبقى في طريقتين كده خدناهم. كل اصحاح تخلصه صلي في سرك من روح الاصحاح، وحاول تطلع بتدريب عملي تعمله عشان ما يبقاش الكلام مجرد حكاية عن يشوع. طب انا عاوز اعيش، انا عاوز اخد الكلام لنفسي. فتاخد تدريب، تدريب ورا تدريب ورا تدريب، تلاقي حياتك اتغيرت. وصلى ورا صلى ورا صلى، تلاقي قلبك سخن وبقيت بتحب ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. يا شمس دومي على جبعون. سهلة، نقول مع بعض يا شمس دومي على جبعون. كمان مرة، يا شمس دومي على جبعون.